يا صباح الفل والخير والسعاده على كل حضراتكم سيداتي والساده مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. بدايه حلقه جديده من 10 صفحه الاهلي، يعني بدايه مجموعه جديده من الاخبار المتنوعه كلها بطبيعه الحال متعلقه بالنادي الاهلي بكل فروعه وبكل فرقه الرياضيه المختلفه، الى جانب طبعا كلامنا عن الرياضه العالميه وطبعا فقرات الاستضافه. ولكن اسمحوا لي في بدايه حلقه النهارده، بما ان النهارده هو عيد الاذاعه المصريه وعيد الاعلاميين، فبالتالي احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بالظبط، ويا رب دايما كده سعيده ودايما في احسن حال. صباح الخير عليك والفل والرزق يا رب على حضراتكم جميعا، ودايما كده مرتاحين ومبسوطين ونفسيا كمان يعني في احسن حالاتنا، لان خلي بالك النفسيه بتفرق كتير جدا على الاداء وعلى حتى الحياه، فيا رب دايما كده تبقى نفسيتنا كويسه وتبقى حياتنا كمان سعيده، لان السعاده خلي بالك برضو ناس كتير بتقول لك السعاده مش شرط، لا المهم ناكل، لا السعاده مهمه جدا، احنا مش جايين الدنيا دي عشان بس نشتغل وناكل ونشرب وخلاص، انت لازم تكون برضو سعيد. انت ولا انت رايك ايه؟ ما اكيد موضوع السعاده بحد ذاتها اكيد غايه، يعني حاجه الواحد بيتمنى يوصل لها وبيحاول يوفر كل السبل اللي بتوصل ليه. عايز اقول لك الموضوع ده انا بتكلم معاك عليه ليه بقى، لان انا كنت بتابع شويه كده مقالات، مقاله كده قريتها يا كريم امبارح بتقول لك اصبح العالم شويه، عنوان المقاله يعني اصبح العالم كئيب، ده عنوان المقاله. ما خبيش عليك يعني بالذات بعد كورونا بقت الكآبة هي سيدة الموضوع. الملخص المقال يعني هو أصلا مقال إنجليزي للكاتب إنجليزي، يعني ملخص المقال بيتكلم إن أصبحنا دلوقتي كل همنا إن إحنا نشتغل نعمل فلوس نكبر ولادنا، يعني الأساسيات في الحياة إن إحنا نكملها وخلاص، ولكن ما بقاش في حد عنده الرغبة إن هو بيسعى عشان يبقى سعيد. فدي بقى ليها كان يعني هو كان عامل دراسة ليها أسباب كتيرة جدا، بس عشان كده إحنا عايزين نلخص القصة ونقول يا رب دايما حياتنا تبقى فيها سعادة، لأن دي هتنعكس على صحتنا النفسيه وبالتالي اكيد على ادائنا وعلى حياتنا ككل، فيا رب دايما دي دعوه كده الصبح بنتمناها يعني. اللهم امين يا رب العالمين. طيب كل سنه طيب طبعا. ندخل بقى على فقرات حلقتنا النهارده، خليني اكلم حضراتكم عن الجزء الثاني من حلقه النهارده اللي هي الفقرتين الحواريتين. الفقره الاولى هتكون مع ثنائي اهلاوي، قصه حب جميله جدا ابتدت من داخل الملاعب، ساره حسام هي لاعبه يد النادي الاهلي وزوجها عمرو ممدوح كابتن الاهلي السابق لكره الماء، ان شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا بهذه الفقره. والفقره الثانيه هنتكلم فيها بقى وبالتفصيل الممل عن كل ما هو قادم فيما يتعلق بالنادي الاهلي، هيكون منورنا في هذه الفقره كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي السابق. يعني كابتن شريف ليه معزه خاصه عندنا كده بجد، من الناس اللي احنا بنحبهم جدا بجد جميل. غير ان هو رمز كبير جدا في النادي الاهلي وكان لاعب عظيم، لكن كمان على المستوى الشخصي لما تعرفه بني ادم بسيط ودمه خفيف ويعني بجد من الشخصيات الجميله، فانا اكيد من الناس السعداء جدا اكيد انا وكريم ان هو معانا النهارده. بس المهم احنا معانا بقى برضو سؤال سوشيال ميديا بنقول لحضراتكم او عايزين نعرف ذكرياتكم مع الاهلي، اول بطوله ليك بتشجع فيها الاهلي كان عمرك تقريبا كام سنه وكانت بطوله ايه؟ يبقى اول بطوله ليك بتشجع الاهلي كان عمرك كام سنه وكانت بطوله ايه؟ برضو عرفونا، يعني حابين ان احنا نرجع بالنوستالجيا مع نفسنا احنا حتى. طيب احنا دايما بنتكلم مع حضراتكم عن الروح الرياضيه واهميه وجود الروح الرياضيه في الرياضه، لان المفروض ان الروح الرياضيه دي هي اللي تجمع ما تفرقش، هي اللي توحد الناس كلها، هو ده الهدف الرئيسي من الرياضه بالمناسبه، ان هي تعزز روح التعاون والمحبه ما بين كل الناس. الرياضه بطبيعه الحال عباره عن فريق فايز وفريق مهزوم، نقول مبروك للي فاز وهارداك للمهزوم بالبساطه دي، مش لازم نقلب الدنيا في كل حدث وفي كل بطوله وفي كل مباراه مهمه. طبعا احنا اتكلمنا مع حضراتكم امبارح عن تهنئه النادي الاهلي لنادي الزمالك، تهنئه نادي الزمالك عفوا لنادي الاهلي بعد الفوز الاخير، النهارده بقى عايزين نكلمكم عن العكس، تهنئه النادي الاهلي لنادي الزمالك بمناسبه حصوله على كاس السوبر الافريقي للمره السابعه، النهارده هنتكلم عن تهنئه الاهلي لنادي الزمالك بعد فوزه ببطوله افريقيا لكره السله. يعني انا متفق جدا في اللي انت بتقوله، وامبارح تحديدا بعد المباراه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب تقدم خالص التهاني لمجلس اداره النادي الزمالك برئاسه حسين لبيب بعد الفوز ببطوله افريقيا لكره السله، وبصراحه هم لعبوا كويس جدا، يعني اعرب مجلس اداره الاهلي عن تمنياته بدوام العلاقه الطيبه مع كل الانديه الشقيقه بما يخدم اكيد الرياضه المصريه في الاول وفي الاخر والمصلحه العليا للوطن، يعني هي دي هنكرر تاني اكيد هي دي رياضه، هي دي روحها العاليه بتقوم على العلاقات الطيبه بين الجميع، وده اصل الرياضه، يعني الرياضه ما كانتش اصلا تم اختراعها علشان يحصل مشاكل يعني في الداخل او في الخارج او بين الدول او غيره، بالعكس عشان تقرب الدول وتقرب الشعوب، فيعني
اخلاق هي دي اللي احنا زي هقول تاني دي اللي احنا واخدين عليها وهي دي اللي احنا تربينا عليها الروح الرياضيه دي. فيعني انا سعيده جدا واكيد اي حد بيشوف مشاهد زي كده سعيد جدا فيا رب دايما يديمها. يعني بمناسبه الكلام عن الروح الرياضيه على فكره المشاكل اللي من النوع ده اللي هي تحس ان ما فيهاش روح رياضيه قوي موجوده في ملاعب العالم كله في الفترة الأخيرة شفنا الكلام ده اتكرر كتير في كتير من المباريات حتى العنصرية عرفت تتسلل إلى داخل مدرجات كرة القدم بالزبط. وبقينا نشوف إن في احتكاكات صريحة جدا وصعب ومهينة لمثلا حد من أصحاب البشرة السمراء حد أسيوي حد كذا فتلاقي إن حد من اللعيبة من الفريق المنافس يجي ملقح كلمة فينتج عن ده طبعا مشكلة كبيرة. كل الكلام ده بيضرب الرياضة في مقتل يعني بيضرب الروح الرياضية في الصميم الحقيقة ونتمنى إن هذه المشاهد يعني والمشاهدات تنتهي بالكامل. أنا بتفق معاك هي أصلا حتى لو كانت على الصعيد أو المشهد العالمي ما كانتش عندنا في مصر يعني إحنا عمرنا ما شفنا كده وليس دفاعا عن النادي الأهلي على فكرة النادي الأهلي عمره الأمانة. ما كان عنده هذا الأمر عمره بالعكس إحنا بنتكلم دايما إن هذا الكيان بالعكس بيتسم دايما بالأخلاق في كل شيء في التعامل في كل شيء فده اللي احنا نعرفه هو ده يعني مفيش حاجه مشهد جديد مثلا هنخليه تبقى عاده لا احنا اللي نعرفه هو ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. بس انا متفق معاك طبعا هو موضوع عالمي يعني مشاهد او الرياضه العالميه بتشهد انواع من العنصريه الى حد شيء مؤسف ونتمنى ان هي تختفي تماما ان شاء الله من الرياضه مش بس كره القدم. بالمناسبه بقى تعالوا نتكلم شويه عن فرقتنا بكره ان شاء الله فريق الاهلي هيستأنف تدريباته على ملعب مختار بتتش طبعا استعدادا للمباريات القادمه. الفتره اللي فاتت كانت مرهقه جدا للفريق ودي حاجه ما فيهاش اي مبالغه الحقيقه. تعالوا بقى نطمن على قفشه وعلى محمد هاني. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال ان نتيجه الاشعه اللي خضع لها محمد هاني اثبتت اصابته بشد في العضله الاماميه وان محمد هاني هيحتاج الى حوالي 3 اسابيع من اجل التعافي من الاصابه واعلان جاهزيته للعوده من جديد الى التدريبات الجماعيه. اكيد غيابه هيعمل فرق كبير ولكن ان شاء الله يعني في بقيه اللعيبه يعني الخير كله والبركه وان شاء الله يعوضوا غيابه ونتمنى له اكيد الشفاء العاجل. يعني خلينا بقى نفسر الكلام ده احنا كده بنتكلم ان هو مش هيشارك في ماتش الترجي يا كريم طبعا. اللي هو يوم 18 يونيو القادم يعني اكيد الف سلامه مره تانية على كابتن محمد هاني. من ناحيه تانية بقى خلينا نروح محمد مجدي قفشه ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده امبارح كنا بنقول احنا منتظرين يعني نتيجه الاشعه وعمل الاشعه بالامس كابتن سيد عبد الحفيظ بقى خليني اقول لحضراتكم قال ان نتيجه الاشعه اثبتت اصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل وبكده برده يعني النتيجه من ده ان قفشه هيغيب عن التدريبات لمده اسبوعين هيخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي. مره تانية الف سلامه لقفشه وهاني وترجعوا لنا ان شاء الله بالف سلامه. احنا مش عايزين اي اصابات تاني ولا ولا عايزين نسمع يعني عن حاجات بهذا القدر من الاصابات والغيابات الحقيقه. طيب امبارح بقى يعني برضو استكمالا لسلسله كلامنا عن انتصارات وبطولات النادي الاهلي امبارح فريق ناشئ النادي الاهلي لكره اليد مواليد عام 2004 نجحوا في الفوز بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد ما تغلبوا على فريق هليوبلس في مباراة شهدت أداء قوي جدا من جانب الفريقين الحقيقة وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 44-35. بعد انتهاء المباراة تسلم الجهاز الفني وكل اللاعبين كأس البطولة وميداليات المركز الأول وطبعا الكل احتفل بكأس البطولة اللي حققها الفريق بعد أن أدى عروض في منتهى القوة خلال مشواره نحو هذا اللقب. طبعا كلهم يستحقوا الإشادة والتهنئة وعلى رأسهم طبعا كابتن سعد محمد المدير الفني لفريق ناشئ النادي الأهلي لكرة اليد مواليد عام 2004 اللي معانا على التليفون. كابتن سعد صباح الفل على حضرتك. أنا وسهلا فندم. ألف مبروك بنبتدي مع حضرتك بالتهنئة وإن شاء الله الفترة الجاية نهنيك بالمزيد والمزيد من النجاحات والبطولات. طبعا مشوار ما كانش سهل بطبيعة الحال لعبته فرق قوية كان فيه مباريات قوية كان فيه ندية ملحوظة فبرضه لو حضرتك يعني مشكورا تلخصت لنا كده مشوار الحصول على هذه البطولة كان عامل إزاي؟ هو الجيل من الأجيال المحترمة جدا جدا احنا صعدنا للنهائيات لعبنا فريق مصر بترول فرقة محترمة جدا طبعا في دور الثمانية بعد كده لعبنا في دور الأربعة فريق نادي الجيش من الفرق التقيلة والفرق المميزة في الجيل الحمد لله ربنا كرمنا ولعبنا في النهائي فرقة هليوبلس فرقة من الفرق اللي بتلعب هاندبول مميز صحيح هاندبول جميل يعني الحمد لله ربنا كرمنا واتغلبنا عليهم يعني اللي بيحصل ده بيطمنا على اللي جاي ان شاء الله اللعيبه دي يعني كمان خلال السنوات القادمه باذن الله تبقى يعني خير تمثيل لمصر ممكن يجي من خلالهم ولا حضرتك شايف الصوره ازاي؟ طبعا بص ده جيل مرتبط ما عداش على النادي الاهلي من فتره كتيره الفرقه دي السنه الجايه هتبقى مرتبط ان شاء الله باذن الله باذن الله فانا توقعي الفرقه دي مش هتخسر تاني ويبقى جيل مرتبط ما عداش على النادي الاهلي من فتره كتيره ان شاء الله باذن الله في عناصر كتير مميزه في كل مركز ف ناس السنه فهمت تكتب شغل دفاعي وهجومي
عندهم استيعاب عالي جدا جدا جدا. هايل. وان شاء الله انا اتوقع لهم خلال السنتين الجايين هم كل الفتره بتاعت المرتبط هم اول ان شاء الله باذن الرحمن. وساعتها نهني حضرتك برضو بالمزيد من البطولات ان شاء الله. صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك كابتن سعد محمد المدير الفني لفريق ناشئي النادي الاهلي لكره اليد مواليد 2004. مليون مبروك يا فندم. الف مبروك ودايما مشرفينا ودايما سعداء يعني. ومتوقع خلينا نقول متوقع, احنا كل يوم تقريبا بيبقى معانا خبر صحيح. يعني فوز صحيح. فريق ما في النادي الاهلي. نروح بقى لحاجه تانية وهي رمز نسائي يعني, وهي كانت ضيفه عندنا قبل كده في 10 الصبح في الاهلي. هي واحده من بطلات مصر الحقيقي حقيقي شرفتنا عالميا, المصارعه المصريه سمر حمزه حصدت المركز الاول والميداليه الذهبيه ببطوله الجائزه الكبرى للمصارعه استضافتها روسيا بعد الفوز على بطله روسيا إيكاترينا بوكينا على ارضها في المباراه النهائيه. يعني ده كان بالامس في اطار منافسات وزن ال 67 كيلوغرام لتحصد هنا بقى لقب البطوله. وبتستعد سمر كمان للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو مقرر ليها في الفتره ما بين مفروض 23 يوليو وحتى 8 اغسطس المقبل ده لو ما تاجلتش طبعا تاني. سمر حمزه تاهلت للاولمبياد عن طريق هنا التصفيات الافريقيه اللي اقيمت في تونس ابريل اللي فات. وبالتوفيق طبعا احنا بنقول للبطله المصريه اللي مشرفانا سمر واللي عندها اصرار. ولما كانت حقيقي يعني معانا هنا في 10 الصبح حسينا قد ايه هي شخص مش بس بطل, لا هي شخص عندها او يعني بتتميز بحاجات كتيره جدا. يعني اولا هي شخص متفائل جدا, شخص عارف هو عايز ايه في الدنيا. كنا بنسالها فاكر يا كريم, كنا بنسالها خطواتك اللي جايه ايه, انت شايفه مثلا الرياضه دي بالنسبه لك كان تحدي؟ هي قالت انا عارفه كل الكلام ده وانا عارفه ان هو تحدي, ولكن انا عارفه برضو قدراتي وعارفه ان انا اقدر اوصل لاعلى المراتب. واتكلمت عن الاولمبياد. فبجد مبروك, احنا سعداء جدا جدا ان احنا نشوف رمز مصري رياضي بهذا الشكل. حاجه مشرفه جدا. تعالوا بقى نتكلم مع حضراتكم عن روح الاصرار والتحدي. معانا خبر عن اكبر امريكي تسلق جبل ايفرست عمره 75 سنه في الوقت اللي لو انا طلعت فيه 3 4 ادوار على رجلي على السلم اقسم لك بالله ببقى على وشك الانهيار في اي وقت. ولكن اللهم صل على النبي, 75 سنه وتسلق قمه جبل ايفرست. وكان معاه معلمه من هونج كونج عمرها 45 سنه, وهي بالمناسبه بتعد حاليا هي اسرع انثى تتسلق اعلى قمه في العالم. طلعوا القمه ورجعوا بالسلامه. وهذا العجوز الامريكي اسمه ارثر موير بالمناسبه تسلق القمه وحطم الرقم القياسي لامريكي اخر يدعى بيل بورك كان عمره وقتها 67 سنه. موير قال انه في البدايه حس بالخوف والقلق, لكن مع الاصرار قرر ان هو يتسلق قمه جبل ايفرست. قد ايه هو كان عنده هذا الاصرار وقدر يعني يستفيد منه ويخليه دافع بالنسبه له ان هو يكمل رحله الصعود الى القمه بالمعنى الحرفي بمنتهى التحدي وبعزيمه قويه جدا. نروح بقى نتابع الطقس زي ما احنا متعودين كل يوم ودرجات الحراره ونرجع نكمل. محتاجين برضو تفاصيل اكتر اكيد عن درجة الحرارة والاجواء اللي هتكون يعني
مصر فيها تحديدا الفتره اللي جايه. خلينا ناخد دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود طبعا في البدايه صباح الخير، وتابعنا درجات الحراره، واضح ان النهارده يعني في ارتفاع ملحوظ، لان احنا بنتكلم النهارده 39 تقريبا، امبارح كان 35. فخلينا نعرف منك كده الاجواء حتى الفتره اللي جايه هتبقى ازاي يا دكتور محمود، اتفضل. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل مشجعي النادي الاهلي. طبعا احنا بنقول ان النهارده الارتفاع مؤقت في درجه الحراره وارتفاع ملحوظ، طبعا كلنا مستشعرين منذ الساعات الاولى من الصباح ارتفاع درجات الحراره، يعني من الساعه 9 كانت درجه الحراره على القاهره 34 درجه، يعني داخلين على 35، متوقع بالفعل العظمى النهارده 39 درجه مئويه ونشاط خفيف في الرياح، بس ممكن يكون مثير للأتربة على الطرق الصحراويه والمناطق المكشوفه. برضو رغم ارتفاع درجات الحراره الا ان الهواء جاف، ما نحسش كده، نحس بالهواء. هو دكتور محمود مش عارف الصوت عندي انا اللي فيه مشكله، بس هستاذنك انا مش سامع كويس، لو نعلي الصوت شويه بليز. انا برضو صوتي بعيد جدا، ده كده اعلى حاجه عن حضرتك. طيب انا في مشكله، اتفضل يا فندم اتفضل. فبقول لحضرتك احنا رغم ارتفاع درجات الحراره الا ان في نسبه جفاف في الجو، ما فيش نسبه عرق، الحمد لله نسب الرطوبه منخفضه ما بين 45 و50%، فتعتبر الموجه دي تعتبر فيها درجه الحراره هي المحسوسه برضو زي الواقعيه ما بين 38 و39 درجه، نظرا لقله ارتفاع نسب الرطوبه. هذه الكتلة الهوائية بتأثر على كافة محافظات الجمهورية باستثناء فقط السلوم، مطروح، المنطقة الغربية، لأنها كان المنخفض الجوي اللي هو أثر علينا ورفع درجات الحرارة، وكان متمركز في هذه المناطق امبارح ورفع درجة الحرارة على مطروح إلى 42 درجة مئوية امبارح رغم أن القاهرة كانت 35. النهاردة هتنخفض مطروح والمنطقة الغربية وترتفع بقى درجات الحرارة بتاعت بقية الجمهورية. بكره هتبدا الدنيا تنخفض تدريجيا، يعني لو قلنا النهارده 39 على القاهره متوقع عليها بكره 35 درجه، انخفاض حوالي 4 درجات عن اليوم، وهتوالي بقى درجات الحراره انخفاضها الايام اللي جايه، يعني لو بكره 35 بعد بكره تبقى 33 يعني هي موجه بعد دكتور كده. محمود يعني هتعود درجات الحراره للطبيعي مره، صح كده؟ يعني هي موجه بتيجي وبعدين الوضع يتحسن، بعد كده موجه حر تاني تيجي، وبعد كده الوضع يتحسن. هنستمر كده مثلا لغايه نهايه الصيف؟ لغايه نهايه الربيع يا فندم 20/6. هو احنا كده لسه في الربيع؟ 20/6 مش بقول لك الصيف، مش لسه بقول لك ده الصيف لسه في الربيع. لا يعني انا عايز اتفاجئ. يعني دلوقتي الموجات بتيجي وتروح، ان شاء الله بالكثير كمان شهر تيجي وتقعد بقى معانا شهرين ثلاثه بتهيألي. تيجي وتريح بقى. ده الموضوع صعب جدا، وفعلا دايما مساله الرطوبه هي اللي بتحسس الواحد فعلا بدرجه السخونه اللي في الجو. بالفعل يا كريم دي تعتبر اكبر عنصر بيأثر على المواطنين طبعا. لان ما بيفرقش معاها بقى الرطوبه دي لا ظل ولا شمس، في كلتا الحالتين بتسبب نسب الرطوبه، بتسبب احساسنا بارتفاع درجات الحراره بشكل كبير وبتجهدنا، لان بتاخد نسب كبيره من نسبه الرطوبه، بتاخد من حجم الاكسجين في الهواء الجوي، فبتبقى في صعوبه في التنفس خاصه اللي بيشعر بها كبار السن والاطفال واصحاب الامراض الصدريه والتنفسيه. رائع جدا، يعني هنتابع برضو مع حضرتك، مش هنسيبك دكتور محمود، اكيد هنستفيد يعني بالمعلومات من حضرتك. شكرا ليك جدا. ف لا كده مش هننبسط نايس. خالص هننبسط خالص. لكن الموجه اللي قاعد كانت وتريح معانا. هو احنا لسه في الربيع والله. والله لسه امبارح كنت بقول لك، انت افتكرتيني امبارح ساعه ما قلت لك الصيف لسه ما ابتداش رسمي اصلا، بس صعب قوي. لا على فكره بقى احنا فعلا ما كناش بنشهد صيف بهذه، ولا يعني شتاء كنا بنشهده بالقسوه دي على فكره. لا شتاء، فهو كان في شتاء، لا زمان احنا شتينا اسبوع. لا مش قصدي على، لا بقول لك زمان كان الشتاء لطيف ومقدور عليه، دلوقتي حتى الاسبوع ده بتشوفي فيه شويه مظاهر كانت غير مسبوقه. لا بس فعلا الوضع النهارده صعب جدا، ربنا يكون في عون بجد اي شخص بيضطر ان هو بطبيعه عمله ان هو يشتغل في الاجواء دي طبعا. يعني في مكان مفتوح او حاجه زي كده، فربنا اكيد يعني. ممكن بس اعلق على حاجه سريعه، ارجوك اعملي كده، ارجوك اعملي كده كتير. لا الخبر بتاع اللي هو الامريكي اللي هو عمره 75 عام، اكبر شخص يعني المفروض
في السن ده تسلق في الرياضه دي برضو؟ عشان انا بحب اتابع الناس اللي بتبعت على تويتر واحنا بنتفرج على درجات الحراره. كان حد بعت بيقول يعني ازاي قدر يعمل حاجه زي كده وهو عمره 75؟ ده خبر حقيقي؟ هو بيسالنا اذا كان ده خبر حقيقي. اكيد ده خبر حقيقي طبعا. القصه كلها ليه ان في بعض الناس مش مصدقه حاجه زي كده؟ لان احنا عندنا بعض المعتقدات او بعض منا عنده بعض المعتقدات ان في حاجه اسمها يعني obstacles او اللي هي العوائق اللي هي موجوده. على فكره ما فيش حاجه اسمها كده. انت لو قررت تعمل حاجه تقدر تعملها. يعني لو عندك النيه ان انت يا كريم تعمل حاجه هتسعى ان انت تعملها وفي الاخر ممكن تنجح. يعني في احتماليه كبيره انك تنجح. فالعوائق اللي احنا بنحطها في حياتنا دي المفروض ان احنا ما نبقاش بنفكر بهذا الشكل. ايه المشكله لما نسمع حد عنده 75 سنه او 80 سنه بيمارس رياضه او بطل في حاجه ما؟ يعني الموضوع مش مستحيل. لان النموذج ده ما فيش عندنا منه كتير للامانه. فيه طبعا بس كما هتلاقي ان احنا لا نقارن بدول الغرب واوروبا. عندهم الثقافه بتاعه الحياه الصحيه، ممارسه الرياضه من الصغر، النظام الغذائي المظبوط. فطبيعي جدا تلاقي حد حتى لو هو مسن بس تشوفيه تقول اللهم صل على النبي ده يدي 40 سنه وهو عنده 80. صح، والعكس صحيح. في ناس صغيرين بيبانوا اكتر كتير. عشان كده احنا بنقول الرياضه دايما بنتكلم الرياضه مهمه جدا. والشق الثاني اللي انت برده لازم يبقى عندك طاقه ايجابيه. احنا اتكلمنا في الموضوع ده برده في البرنامج قبل كده كتير. ما ينفعش يبقى بني ادم عايش، عارف احنا عندنا برده الثقافه دي لما تيجي تتكلم تقول خلاص بقى ده انت كده اصلا وانت في الاربعينات. انا استاذ في الحته دي. فالكلام اللي زي كده بجد مش حلو. الكلام اللي زي كده محبط ليك انت شخصيا. فاحنا عايزين مجتمع منتج، عايزين مجتمع رياضي، والدولة بتشجع ده. فيعني نتمنى ان احنا نغير هذه الثقافة. احنا شفنا برضو كتير من المبادرات اللي قامت بيها وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالمشي والجري. كان بيشارك فيها طبعًا ناس فوق الـ60 والـ70. ففكر كان في حد بيشارك كان فوق الـ70 سنة. فكل دي نماذج ايجابية نتمنى ان احنا فعلا يعني نبقى زيها. طيب عايزين بقى نتكلم مع حضراتكم عن قرار يهم الكل. قرر مجلس الوزراء العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم المحددة سلفا بقرارات من وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار على أن يتم تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021. والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على كل المنشآت المخالفة لهذه المواعيد والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار سيتم الإغلاق لمدة شهر. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر إليكم نهوان. نكمل. أيوة. طيب خلينا يعني استكمالا للخبر ده او القرار ده هنا على ان تشمل برضو المواعيد الصيفيه. ما يعني اولا فتح المحال التجاريه والمولات التجاريه ده يوميا من الساعه كام؟ من الساعه 7 صباحا لغايه الساعه 11 مساء، ده صيفا. زياده التوقيت يوم بقى الخميس والجمعه اللي هو الويكند. في ايام الاجازات والاعياد الرسميه نتكلم عن عيد او غيره للدولة بتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا، وفتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك برضو الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 الصبح، وهتتقفل الساعة 1 الصبح ده صيفا. واستمرار طبعا خدمة اللي هي التيك اوي والحاجات اللي زي كده، توصيل طلبات للمنازل، ده بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار طبعا 24 ساعة. وفتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة 8 صباحا، وهتغلق الساعة 7 مساء صيفا عدا الورش الموجودة على الطريق ومحطات الوقود. وتستثنى كل من محلات البقالة، السوبر ماركت، والمخابز والأفران. ده كده القرار بتاع مجلس الوزارة يعني الجديد بعد أو يعني قرارات الحكومة الجديدة بشأن التوقيتات. علشان ناس كتير جدا كانت عمالة تسأل إيه اللي هيحصل، هنقفل إمتى، هنفتح إمتى. برضو خليني أقولك على حاجة. أعتقد دي إجراءات ولو البعض قال يعني هو الساعة 12 الكورونا، يعني الكلام اللي احنا بنسمعه والتعليقات دي كلها محاولات لضبط الموقف. يعني مش لازم للحد من انتشار المرض، لضبط القضية أو الموقف اللي احنا فيه. فدي حاجات أعتقد في الأول وفي الآخر من مصلحتنا. وعلى فكرة الدول الأوروبية كلها كده، مفيش يعني انت اكيد سافرت ده العادي بتاعهم، العادي بتاعهم سواء في كورونا او مفيش طبعًا. المحلات والحاجات ما بتفتحش لغايه 3 الصبح زي عندنا. فاعتقد الحاجات اللي زي كده لو طبقت حتى بعد كوفيد ان شاء الله لما ينتهي من العالم، دي حاجه هتبقى كويسه جدا، يعني مش حاجه وحشه. ربنا بقى يزيح ويعفي عننا. يقول لك الموجه الثالثه دخلت يا ده والنبي فعلا. ايوه ثالثه. اللهم صل على النبي. احنا كده عدينا سنتين ولا يعني احنا من اول 2020؟ لا احنا سنه وشويه دلوقتي، سنه ونص. طيب على كل الأحوال يا حضرات خلونا نطلع فاصل سريع ثم عودة مرة ثانية عشان نستكمل مع حضراتكم سلسلة أخبارنا وموضوعاتنا المختلفة. اتفضل.
يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. وتعالوا بقى دلوقتي نتابع مع حضراتكم اخر المستجدات، اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكافه الانشطه مع مراسلنا وزميلنا العزيز محمد توفيق المتواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا ابو حميد صباح الفل عليك، وعامل ايه في الحر ده؟ قلبي عندك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، تحياتي ليكم كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني يوم جديد و10 الصبح من الاهلي، ويعني صباح يوم الاثنين 31 مايو من داخل ملعب مختار التتش بالنادي الاهلي بالجزيره. يمكن زي ما انتم شايفين العمل على قدم وساق داخل الملعب هنا استعدادا لاستقبال الفريق الاول بعد غياب طويل. طبعا رحله السفر الى جنوب افريقيا ومن بعدها الى مباراه السوبر في قطر، العوده ان شاء الله بكره. التدريب ان شاء الله التجمع هيبقى الساعه 4 والتدريب الساعه 5 ان شاء الله، ده استعدادا لمباراه انبي في دور ال 16 لكاس مصر يوم الجمعه ان شاء الله، ومن بعدها مباراه الترجي في الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. نخلي بقى اكلمكم على الاجواء بشكل عام داخل النادي الاهلي. يمكن زي ما اتكلمنا درجه الحراره النهارده مرتفعه، يمكن درجه الحراره حالا دلوقتي داخل النادي الاهلي هنا بالجزيره 36 درجه مئويه. يمكن الساعه 8 والجو كان اقل شويه في درجه الحراره، كان التراك هنا كان يعني زي ما بنقول ممتلئ بالاعضاء خاصه كبار السن اللي كانوا بيمارسوا رياضه المشي، لكن مع مرور الوقت وارتفاع درجه الحراره يعني الاعضاء كلهم فضلوا الخلود للراحه في الاماكن المعده من قبل الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي، لان درجه الحراره فعلا بدات تزيد جدا. يمكن السيوله المروريه خارج النادي الاهلي اكثر من رائعه، سيوله مروريه في جميع المحاور المروريه المحيطه بالنادي الاهلي. يمكن زي ما احنا قلنا في استمرار لفترات الاجازات، يمكن في بعض الطلبه بتستعد للامتحانات في الايام المقبله، ده مخلي شويه الاقبال اقل من الايام الماضيه. خلينا بقى نتكلم عن اخبار الفرق الرياضيه. يمكن اول حاجه نتكلم عن استاد مختار التتش هنا اللي بيستعد زي ما قلنا لتدريب الفريق الاول. كمان يمكن طبعا قرار مجلس الاداره في شهر مارس الماضي بازاله او هدم مدرج مختار التتش هنا، المدرج التاريخي بالنادي الاهلي انه قايل للسقوط من فتره، ده تمهيدا لتنفيذ قرار الازاله. يمكن تم ازاله يعني تمهيدا لازاله اعمده الاناره القديمه، تم تركيب اربع اعمده اناره على احدث مستوى واحدث التقنيات اللي وصلت ليها اضاءه الملاعب في العالم. ان شاء الله ده هيبقى تمهيدا لنقل زي ما بنقول كشافات الاضاءه عليها لاناره الملعب، خاصه مع دخول فصل الصيف والفريق ان شاء الله هيكون معظم التدريبات بتؤدى في فتره المساء، وده تمهيدا ان شاء الله لازاله المدرج القديم. يعني نروح بقى لاخبار فرقنا الرياضيه وفريق السله، الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي، واللي بيستعد ان شاء الله لاولى مباريات دور النصف النهائي من دوري سوبر الرجال امام الاتحاد السكندري يوم الاحد المقبل الموافق 6/6. يعني الفريق يمكن هيلعب يوم 6 و8 و10 و12 14 خمس مباريات زي ما كلنا عارفين بيست اوف 5. الفريق اللي هيقدر ان شاء الله يحقق الفوز في ثلاث مباريات الاول هيكون هو المتاهل للمباراه النهائيه، وان شاء الله دعواتنا كلنا ان يكون المتاهل هو النادي الاهلي. يمكن المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي ماريو بالما قرر ان الفريق ان شاء الله من الغد يخش في معسكر مغلق بمدينه الاسكندريه وتحديدا في منطقه برج العرب. الفريق هيقيم في احد فنادق برج العرب الى موعد المباراه والى انتهاء كمان الدور نصف النهائي بشكل كامل. يمكن كمان من النقط الايجابيه ان الفريق هيؤدي تمريناته طوال فتره اقامته في الاسكندريه على صاله برج العرب اللي هتقام عليها مباريات نصف النهائي بشكل كامل. يمكن الفريق الحمد لله مكتمل، يعني كمان بعد عوده مودي الجرحي كان عنده اصابه بفيروس كورونا الحمد لله تعافى ودخل في التدريبات الجماعيه. كمان احمد مهيب دلوقتي في فتره التاهيل بعد اصابه بالضمه. الغياب الوحيد عن الفريق هو مودي الصغير او محمد مصطفى اللي بيعاني من بعض الالام في الظهر. يمكن الفريق كان اجازه من التدريبات امبارح، لكن ان شاء الله النهارده هيواصل اخر تدريباته هنا بالنادي الاهلي بالجزيره على صاله الامير عبد الله الفيصل. ان شاء الله هيبقى التدريب من 2 ل 4 وبعد كده ان شاء الله السفر غدا للاسكندريه. نروح يعني لمنافسات مش اقل اهميه، والفريق الاول لكره الطايره بالنادي الاهلي ان شاء الله بيستعد لمباراة بعد غد الأربعاء أمام نادي الزمالك، المباراة الختامية والنهائية لموسم طويل جدا لدوري الرجال للكرة الطائرة. كان المباراة زي ما بنقول يعني هي مباراة في الدوري والمباراة الختامية، لكن تحولت يعني زي ما يشبه لمباراة كأس، إن الفائز بالمباراة وإن شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي هيكون هو الحائز على اللقب. يمكن الفريق من النهاردة دخل معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة نصر، وهيأدي التمرين على فترتين صباحا ومساء على صالة المقاولين العرب، ودي الصالة اللي هتقام عليها المباراة إن شاء الله. يمكن ده ترتيبات أكثر من رائعة من الأجهزة الفنية هنا في النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي، توفير معسكرات قبل المباريات الكبرى لفرق الصالات اللي ما تقلش أهمية عن فرق كرة القدم. هيبقى الإقامة إن شاء الله في معسكر مغلق والتدريب على نفس الصالة اللي هيلعب عليها النادي الأهلي المباراة أمام الزمالك. يمكن كمان بقى زي ما بنقول يعني إحنا الحمد لله اللهم ديمها نعمة النادي الأهلي ماشي بمعدل كل يوم بطولة. يمكن زي ما شفنا في الأيام الماضية فرق الطايرة 19 و17 سنة حازوا على لقب بطولة الجمهورية في الأسبوع دوت والأسبوع الماضي. كمان النهاردة إن شاء الله يكون فتيات النادي الأهلي تحت 18 سنة لكرة الطايرة على موعد مع التتويج في المباراة النهائية إن شاء الله أمام نادي الصيد الساعة 4 على صالة الشرقية للدخان.
يعني. كمان بنبارك لفريق 2004 لكرة اليد النادي الأهلي، فوزوا ببطولة منطقة القاهرة امبارح بعد التغلب على هليوبلس 44-35، وكان برضو من قبله سبقوا فريق اليد بنات 2006 وفازوا ببطولة كاس مصر في المباراة النهائية أمام باكوس وفازوا 27-21. اخيرا لاعبتنا الناشئه هنا جوده لاعبه تنس الطاوله كانت بتشارك في بطوله دوليه للناشئين بتونس، كان النهائي امبارح ولكن للاسف لم توفق وخسرت المباراه النهائيه امام بطله ويلز 3-2. أن هاريس يمكن هنا بعد الفوز يعني بعد الهزيمه عبرت عن ان هي كانت تسعى اكيد طبعا للفوز، كانت قالت ان شاء الله ده دروس انا بتعلم منها للقادم ان شاء الله، وبتتمنى يعني بنتمنى لها وهي تمنت لنفسها التوفيق فيما هو قادم. دي كانت كل كواليسنا هنا من داخل النادي الاهلي بالجزيره واخبار فلان الرياضيه، والان عوده ليكم في الكلمه. كل الشكر ليك زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي المتواجد في اهلي جزيره، صباح الفل عليكم، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا. نروح بقى مع حضراتكم للعبه الجمباز. طبعا بعد الغاء وتاجيل عدد من المنافسات اتيحت اخيرا الفرصه لنجوم الجمباز للعوده للمنافسات الدوليه مره ثانيه، حيث شاركوا في مدينه فارنا البلغاريه في الجوله الاولى من اجمالي 5 جولات ضمن بطوله كاس العالم للجمباز الفني. هيتجه النجوم الاسبوع الجاي ان شاء الله الى القاهره للمنافسه في الجوله الثانيه، وبعد كده هتقام الجوله الثالثه في اوسك بكرواتيا. تنظم كل هذه الجولات الثلاثه قبل انطلاق دوره الالعاب الاولمبيه الصيفيه في العاصمه اليابانيه طوكيو. انا اسف عفوا، عشان كده دي حاجة بتتيح الفرصة لعدد كبير جدا من الرياضيين للإعداد بشكل جيد جدا لأولمبياد طوكيو. كان من ضمن الفائزين في الجولة الأولى لاعبين ولاعبات من أوكرانيا ومن فرنسا وكمان من كرواتيا. هي روزان رجعت لنا مرة تانية، فروزان بنصبح عليكي لو سمعنا، وخلينا نبدأ معاكي باليوم السابع، الخبر الخاص بأرقام محمد هاني مع الأهلي، تفضلي. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. قبل ما نروح لعناوين الأخبار اللي معانا النهاردة سريعا، بس هنقول أن في كاس مصر النهاردة 31 مايو هيلتقي أسوان مع المصري الساعة 7 مساء. نروح للعناوين اللي معانا النهاردة فعلا من موقع اليوم السابع، أرقام محمد هاني مع الأهلي بعد تأكيد غيابه عن مباراة الترجي التونسي. من موقع يلا كورة، صباحك أوروبي، كشف طبي لأجويرو وحزن بنزيمة. أخيرا من جريدة الجمهورية، ختام الموسم الأوروبي، كشف كارثة باريس سان جيرمان. طبعا هيكلمنا في تفاصيل كل العناوين دي نقد رياضي بموقع يلا كورة الأستاذ أيمن جلبرتو، برحب بيك معانا طبعا عبر شاشة قناة الأهلي. في البداية معانا خبر عن غياب محمد هاني بعد الإصابة، كان في غيابات كتير الفترة اللي فاتت، علي معلول، حمدي فتحي، ممكن نعوض الغيابات دي ازاي؟ اولا اهلا بيك قناة نادي الاهلي هنا في يلا كورة، صباح الخير لكريم ونهاوند، نبارك للنادي الاهلي التتويج بالسوبر الافريقي للمرة 7 في تاريخه، البطولة القارية رقم 22. طبعا مباراة الترجي هي خطوة جديدة نحو البطولة 10 للنادي الاهلي في دوري الابطال. غياب محمد هاني بالطبع هيكون مؤثر، يمكن الجماهير طبعا كانت في حالة سعادة في خلال مباراة السوبر لما شافت حمدي فتحي في الملعب وشافت علي معلول كمان في الملعب، وازاي الفريق يعني بيتعافى والمصابين بيرجعوا لاعب تلو الاخر، ولكن للاسف كان في اصابه لقفشه وكان في اصابه لمحمد هاني. يمكن اكيد ان هو هيغيب عن مباراه الترجي ومحمد هاني، لان الاصابه وفقا لما اعلنه كابتن سيد عبد الحفيظ 3 اسابيع. بالطبع الثنائي احمد رمضان بيكم وكمان اكرم توفيق، 2 مستر بيتسو موسيماني استعان بيهم في مركز المدافع الايمن في الفتره الماضيه، سواء كان لغياب هاني او للروتيشن ما بين اللاعبين بسبب الاجهاد وضغط المباريات. محمد هاني لعيب مجتهد ولعيب مميز، وهو الاساس الباك اليمين الاساسي. نتمنى ان شاء الله ان احمد رمضان بكم او اكرم توفيق اللاعب اللي هيشارك فيهم في المباراه يؤدي بالشكل الامثل امام الترجي، ويكون مباراه الذهاب خطوه ان الفريق في مباراه الاياب الامور تبقى سهله وما يبقاش في اي مشاكل، والفريق ان شاء الله يتاهل المباراة النهائية. معانا خبر كمان عن أجويرو، يعني ممكن تجربة أجويرو تكون عاملة ازاي، وعايزين نعرف اكتر عن حزن كريم بنزيما لاعب طبعا ريال مدريد. طبعا أجويرو هو في الخطوات الأخيرة قبل الإعلان عن انضمامه لنادي برشلونة وخلاص أنهى مسيرته مع نادي مانشستر سيتي. بالتأكيد أجويرو من العلامات في مركز المهاجم، عمل تاريخ كبير جدا في مانشستر سيتي، أرقامه تاريخية، كان بيحلم
او بيتمنى ان النهايه دي تكون على اسعد ما يكون له وفريقه توج بدوري ابطال اوروبا للمره الاولى في تاريخه، ولكن تشيلسي هو اللي كان ليه الكلمه. اجويرو زي ما حتى جوارديولا قالوا خلاص قريب جدا من برشلونه، يمكن الكشف الطبي ده بدايه الاجراءات اللي هي قبل ما نادي برشلونه يعلن بشكل رسمي ان هو تعاقد معاه. اعتقد هي تجربه هتكون مثيره والكل مترقبه، خصوصا ان ما حدش في برشلونه حتى الان قدر يعوض غياب سواريز او رحيل سواريز عن برشلونه لاتلتيكو مدريد، وازاي سواريز قدر ان هو يفوز بالليجا مع اتلتيكو مدريد في حين برشلونه عانى شويه في الليجا وعانى في دوري ابطال اوروبا، يمكن قدر يخرج ببطوله كاس الملك. فبالتاكيد هي تجربه هتبقى مثيره، وكلنا عايزين نشوف الثنائيه بقى ميسي واجويرو ممكن تبقى عامله ازاي، ده في حال ان ميسي حسم امره وجد تعاقده مع برشلونه. يعني لو هننتقل بقى للناحيه الثانيه عند ريال مدريد، طبعا كريم بنزيما المهاجم الفرنسي اللي بيحتفل بعودته لمنتخب فرنسا وهيكون مشارك معاهم في اليورو بعد غياب لسنوات طويله بسبب بعض المشاكل، عنده حزن بالتاكيد لان زين الدين زيدان مدربه في ريال مدريد ويعني يعتبر زي ما بيقولوا كده الاب الروحي ليه، واللي هو على طول بيدعمه وبيوجه ليه النصايح، ومن اسباب تطور بنزيما موسم عن الاخر رحل عن ريال مدريد. فبالتالي ده بالنسبه لزيدان، بالنسبه لبنزيما امر محزن. زيدان يمكن طلع في الصحافه النهارده وقال رسائل كتير جدا عن اسباب رحيله عن ريال مدريد، وان الفتره ما كانتش بالنسبه له افضل حاله، يعني رغم ان هو قد ايه بيحب ريال مدريد، ولكن دي سنه الحياه. هنشوف الموسم المقبل تجربه بنزيما هتكون عامله ازاي مع المدرب الجديد لريال مدريد اللي لسه ما حدش يعرفه لحد دلوقتي. كلمنا اكتر بقى عن كارثه طبعا باريس سان جيرمان في عدم يعني تحقيقهم للقب الفرنسي يمكن للمره الاولى من منذ 4 سنين. طبعا باريس سان جيرمان هو مسيطر على الكره المحليه في فرنسا الفتره السنوات الاخيره، فريق يعني الميزانيات بتاعته ضخمه جدا، بنتكلم عن خط الهجوم بتاعه فيه نيمار ومبابي دي ماريا، صفقات من العيار الثقيل دايما بتبقى موجوده في الفريق. طبعا الكارثه الاكبر كانت ان الفريق ما قدرش ان هو يفوز بدوري ابطال اوروبا خلال السنين الاخيره دي، طبعا الموسم الماضي كان في النهائي، الموسم الحالي ما قدرش يوصل للمباراه النهائيه. كمان مش بس دوري ابطال اوروبا، لا ده بيخسر الدوري الفرنسي لصالح ليل، فطبعا دي بالنسبه لباريس سان جيرمان كارثه على حجم المصاريف اللي النادي بيصرفها وعلى حجم التعاقدات وكل الامور دي واسامي اللعيبه نفسها، اسماء اللعيبه اللي موجوده في الملعب، فبالتاكيد دي كارثه. هنشوف الموسم اللي جاي برضو بالنسبه لباريس سان جيرمان ممكن يعمل ازاي في ظل ان من الوارد ان يكون امبابي ده اخر موسم ليه الموسم القادم مع باريس سان جيرمان. نيمار جدد تعاقده، ولكن برضو دايما كل موسم بيبقى فيه كلام عن انه ممكن يرحل. هنشوف ازاي الاداره بتاعت باريس سان جيرمان ممكن تتدارك الموقف الموسم اللي جاي، وازاي هل هم هيقدروا بقى يحققوا حلمهم او المشروع بتاعهم يكتمل بالتتويج بدوري ابطال اوروبا، ولا برضو هتبقى نفس المشكله مستمره. بشكرك جدا يعني أستاذ أيمن الناقد الرياضي بموقع يلا كورة، بشكرك جدا. مشاهدينا يعني دي كانت الفقرة الصحفية هنا من موقع يلا كورة، بشكركم جدا وعودة للاستوديو مرة تانية. واحنا بنشكرك جدا يا روزان على التغطية دي، وأكيد بنشكر ضيفك العزيز أستاذ أيمن جلبرتو. وتوفيق أنت لسه معانا يا توفيق، بيسيح مننا توفيق. شكرا يا توفيق جدا ليك، حرام والله توفيق واقف في الحر ده. الحقيقه كل الزملاء والزميلات عاملين شغل ممتاز، يعني كل زملائنا من المراسلين والمراسلات الحقيقه في كل الاوقات عاملين شغل عالي. شهادتنا مجروحه ولكن الحق يقال، واحنا بنقول ده من اول يوم بصراحه. تعالوا بقى نروح لهوكي الجليد اللي فاز فيها مونتريال كانيديانز على تورونتو ليفز هنا بثلاثه اهداف مقابل هدفين، دي كانت في المباراه السادسه بينهم في اقصائيات دوري هوكي الجليد كان بامريكا الشماليه. خلينا من هوكي الجليد الى سباق الدراجات، حيث فاز الدراج الفرنسي جوريس داوديه بذهبيه الرجال في الجوله الثالثه لبطوله كاس العالم لاختراق الضاحيه لدراجات البي ام اكس الهوائيه اللي جرت في العاصمه الكولومبيه. احنا كده يعني الفقره الاخباريه خلصت، عايزين بس ننوه عن سؤال السوشيال ميديا، ابعتوا لنا مره ثانيه قولوا لنا اول بطوله ليكوا مع كنت بتشجع فيها يعني الاهلي كان تقريبا سنك قد ايه وكانت بطوله ايه؟ يعني خلينا نرجع كده بنوستالجيا احنا مع نفسنا ومع بطولات النادي الاهلي. ممكن حد يقول لك انا من ساعه ما اتولدت الاهلي بيكسب، برضو وارد لان ده التاريخ، فخلينا يعني نعرف منكم. ماشي فاصل بقى وانت راجع معانا الفقره. مين اللي قال يا ست الكل؟ ليه ما ترجعيش انت ليه بعد الفاصل؟ انا متمسك برجوعك، الناس مشتاقه لعودتك للحوارات اللي بعد يلا يا كريم.
طيب هنطلع فاصل ونحل الموضوع ده ودي ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. إذا أردت البحث عن الإنجازات والبطولات فابحث عن النادي الأهلي ودولاب بطولاته المكدس بالدروع والكؤوس المحلية والقارية والدولية. الأهلي لا يعرف المنافسة على أي مركز، لا ينافس إلا على الألقاب، رقم واحد في جميع الألعاب بأبنائه وجماهيره. أبناء المارد الأحمر يتصدرون دائما المشهد ببطولاتهم في الملاعب، والبعض منهم لم تقتصر علاقتهم على الملاعب بل امتدت إلى صداقات وعشرة عمر ومواقف جعلت الجميع أفراد في عائلة الأهلي. الشاهدة على حكايات تحولت من الملاعب لعش الزوجية، ومن ضمن تلك الحكايات حكاية عمرو ممدوح حارس الأهلي السابق لكرة الماء وزوجته سارة حسام لاعبة يد المارد الأحمر. حقق عمرو ممدوح مع الأهلي 4 دوريات و6 بطولات عربية و3 بطولات لكأس مصر، وشارك مع منتخب مصر في كأسين للعالم وبطولتين عربيتين و3 بطولات للبحر المتوسط وعدد كبير من البطولات الدولية، فيما حققت سارة حسام العديد من البطولات المحلية والقارية مختتمة الموسم الماضي بحصد الثلاثية دوري وكأس وبطولة منطقة القاهرة. للثنائي تحديات مستقبلية رياضية وأسرية يخوضانها بقوة وعزيمة وكالعادة بشخصية البطل وروح الفانيلة الحمراء لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده ل10 الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. وزي طبعا ما حضراتكم تابعتم وشفتوا معانا من خلال هذا التقرير، منورنا في الاستوديو ثنائي ناجح جدا رياضيا وكمان اسريا، معانا كابتن عمرو ممدوح وهو حارس النادي الاهلي السابق في كره الماء، ونصه الحلو زوجته ساره حسام لاعبه يد النادي الاهلي. صباح الفل عليكم، صباح الفل، منورين الدنيا. مبروك متاخره حبتين، انتوا بقالكم قد ايه متجوزين؟ داخلين في سنتين اهو. لا يبقى متاخره حبتين، بس برضه الامر ما يخلاش. الف مبروك. البدايه جت منين؟ يعني تعرف جبني كرة يد وكرة ماء، يعني ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ النادي بقى والماتشات هنا والماتشات هنا يعني تعارف واعجاب، وبعدين الحمد لله ربنا تم بخير. الحمد زي ما بقول كابتن عمرو، ولا كان في بقى حاجات هو ايه بقى؟ لا لا لا، هو كان بيجي يراقب من بعيد يشوف التدريبات عامله ازاي والمستوى في الاداء عامل ازاي، كان بيعمل كده. لا هو كان في النادي في الاول، احنا في الاول فعلا في النادي اتقابلنا، في النادي اتعرفنا بقينا اصحاب عادي وبتاع، بعدين بدا الموضوع يعني ياخد خطوه في خطوه بقى. ربنا كرم ان شاء الله. لطيفه فكره ان الاثنين ابطال رياضه يكونوا متجوزين، ولا ساعات بتبقى معرقله؟ يعني فكرة ان الطرف الثاني ممكن برضو هو كمان ملهي على طول في معسكرات ومباريات و و و وانت نفس الحال، فده ممكن يبقى يعني انا عايز اقول ممكن تبقى ميزة وعيب، انتوا شايفينها ايه؟ انا شايفاها ميزة اكتر من انها تبقى عيوب، بحيث ان هو بيبقى كل واحد عارف امتى بيبقى فيه وقت ضغوطات ماتشات، امتى بيبقى هو اكتر وقت حاسس بفترة الموسم، امتى بيبقى يعني الموسم ماشي ازاي، عندك امتى ماتشات، امتى في ماتشات مهمه في الفاينل، فهو بيبقى حاسس حاجه زي كده. الموضوع مش زي اي حد ما بيلعبش، ما بيبقاش حاسس باي حاجه يعني. بعد كده كابتن عمرو بقى يعني عشان يظبط الفترات اللي جايه كل مره بيبص الجدول وجدولك انت كمان، ده حقيقه فعلا. انتوا عندكم ايه مع بعض؟ ده حقيقه، هو اوقات بيبقى عنده ماتشات كتير بيبقى على طول معاهم في وماتشاتهم كمان بتبقى متاخره. أوكي. واحنا كمان بيبقى عندنا اوقات كتيره برضه ماتشات، فدايما بتلاقيه مثلا ماشي بجداول جدولي وجدوله عشان يعرف يبقى حتى على الاقل متواجد معايا. الجدوله دي حلوه، بتنظم الحياه الاسريه. بتنظم طبعا، ويعني انت خد بالك بيبقى يعني انا بقدر ظروفها وهي في نفس الوقت بتقدر الظروف، يعني كل واحد بيمر بيها في ضغطة ماتشاته، لو عدم تواجد في البيت، لو هي عندها معسكرات وسفر، لو انا عندي معسكرات وسفر، لو تأخير برا البيت، فيعني لا هي اكتريتها ميزه الحمد لله. جميل، ربنا يديمها ميزه جميله عليك. الاعتزال كان ايه السبب وراه يا كابتن عمرو؟ انا اعتزلت كان في وقت الثوره، الدنيا كانت مش باينه خالص، وكان كمان مفيش انشطه للاتحاد عندنا دوليه او مع المنتخب، ف
فاخدت الخطوه. وساعتها كنت بحضر لدراسات عليا وماجستير وكده، فاخدت الخطوه اني ابطل واتجهت بقى بعد كده للعمل في النادي الحمد لله. بس هل ندمت بعد كده على الخطوه دي؟ والله هي خطوه لازم تتاخد، هي خطوه لازم تتاخد. يعني هو خدتها ساعتها، خدتها بعد كده، هي لازم تتاخد. ولكن هي التوقيت في اختيار الخطوه بناء على الخطوه اللي بعدها. يعني هو انا مخطط يعني للخطوه اللي بعدها بالظبط كده. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني بطلت، وبعديها الموسم اللي بعديه كنت متواجد المدير الاداري لكره المايه في النادي الحمد لله. هنروح بقى لسيدات يد النادي الاهلي، عاملين شغل اكتر من رائع الحمد لله. يعني بسم الله ما شاء الله. مؤخرا طبعا مبروك، انتوا دوري وكاس ومنطقه القاهره كمان. القاهره الحمد لله. يعني ايه سر تميز فتيات اليد في النادي الاهلي وانت واحده من اهم اللاعبات فيه؟ والله يعني التميز ان الاداره نفسها ده رقم واحد، ان الاداره دايما مساعدان على ان احنا يعني احنا كان في اخفاقات الموسم اللي فات، ما حققناش بطولات في الموسم اللي فات، فكان اول حاجه ان احنا يبقى عندنا اصرار ان احنا نجيب البطولات تاني، نرجعها تاني للنادي طبعا. فكان اصرار من الاداره، اصرار من اللعيبه، اصرار من كل الجهاز الفني والاداري ان احنا لازم نرجع تاني نجيب البطولات للنادي، عشان يعني دايما الاهلي رقم واحد بطبيعه بالظبط. فكان ده يعني الاصرار والعزيمه ده اللي خلانا يعني الحمد لله نرجع تاني. كابتن عمرو واضح انه كان مخطط لنفسه كويس جدا، وعارف امتى بياخد الخطوه وامتى ينفذها والى اخره. انت بالنسبه لك هل مخططه برضو للي جاي ولا سايباها على الله؟ لا لا والله، يعني احنا في خطط حاطينها ان شاء الله. يعني في ممكن يعني نتجه للتدريب، وفي برضه ممكن نتجه لان احنا يعني هيبقى حته اسريه شويه ونركز فيها. فلسه يعني بنخطط الفتره دي نعمل ايه الموسم الجاي. موفقين يا رب في كل يا رب اللي جاي ان شاء الله. اصعب قرارات خدتوها مع بعض كانت ايه؟ اصعب سواء على يعني على صعيد الرياضه او حتى اسريا، كان في قرارات معينه والله بس فيها صعوبة. هو اي حاجه بالتشاور ما بيبقاش فيها صعوبه. يعني هو القرار الصعب دايما الواحد بياخده لوحده، لكن القرار لما يبقى فيه تشاور ويعني وجهة نظر على وجهة نظر ونوصل في الآخر لحاجة في النص، فده بيبقى أفضل. علشان يعني ممكن قرارات تبقى جاية عليا، قرارات جاية عليها، ولكن لما بنوصل لحاجة في النص أو حل وسط بيبقى ده أفضل حل. أكيد. أنا عرفت أن أنت كمان من ضمن مسؤولياتك الإدارية أن أنت مسؤول عن ملف اللي ليه علاقة بالجاليات المقيمة في مصر، الكلام ده مظبوط؟ عبارة عن ايه يعني الملف ده؟ عناوينه الرئيسية ايه؟ التعاون الدولي مع الجاليات. التعاون الدولي للجاليات ده في وزارة الشباب والرياضة، ده كل الجاليات اللي موجودة هنا في مصر، اللي هي السفارات والأجانب والمقيمين خارج مصر، المصريين بالخارج، في حالة إقامة أي أحداث رياضية بنشركهم طبعا معانا من خلال وزارة التعاون والهجرة، بتبقى عنصر اساسي معانا في لطيفه الحكايه دي. انا ما كنتش اعرف ان في يعني في الاوبشن ده كان موجود. حاجه لطيفه، فدي حاجه مستحدثه في الاداره، ويعني الوزاره بتوليها اهتمام كبير الفتره ديت. كره الماء من الرياضات اللي تبدو لطيفه جدا، لكن في حقيقه الامر بيبقى فيه مطحنه تحت الميه. يعني انتوا اكتر الرياضات اللي محتاجه فار على فكره. ده حقيقي. تم استحداثه بالمناسبه مؤخرا؟ لا 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 لا، احنا عندنا مش غريبه حبتين. احنا عندنا في كره الميه اللي بيتحسب اللي الحكم بيشوفه اللي هو بره الميه بس، اي حاجه تحت الميه ده الشغل كله تحت الميه. هو بالظبط وانت سيدي العالم. هو علشان كده يعني اي حد بيحط دماغه تحت الميه او حاجه بيبقى مفيش قرار بيتاخد فيها، بل بالعكس ممكن يتحسب كونترا فاول على اللي حط دماغه في الميه. اوكي. فده يعني هو قاصد يبقى خافي محدش يشوف اللي هو بيعمله. فكل اللعب بره الميه ده اللي الحكم بيحسبه، اي حاجه تحت الميه مباحه. اوكي. طب وان شاء الله بالنسبه لكره اليد ايه اللي جاي بقى؟ بتستعدوا ايه الفتره اللي جايه؟ والله احنا كده الموسم بالنسبه لنا كان خلص بعد قبل واحنا خلص في رمضان بالظبط. فلسه بقى ان شاء الله يعني استعدادات الموسم الجاي لسه مع يعني التشكيلات والاجهزه لسه طبعا ما اتحطتش عشان ماشيين او الخطوات اللي هتبقى ماشيه ازاي. فلسه ما فيش اي رؤيه باينه لحد دلوقتي لسه، يعني هو لسه الاجهزه اتحط، وبعدين الكابتن يقعد مع الناس ويقعد مع اللعيبه ونشوف بقى الخطوات. لكن ما فيش حتى يعني خطه مستقبليه عامه بتقول ان انتوا مثلا ان شاء الله السنه الجايه هتشاركوا في البطوله الفلانيه في بص هو احنا دايما الاساسيات طبعا ان هي الثلاث البطولات بتوع المحليه. لكن كده يعني هنشارك في افريقيا او كده تبقى قرار مجلس وفي نفس الوقت قرار مدير فني، فلسه ما نعرفش اي حاجه عنها بالظبط.
طبعا في وقت من الاوقات الكورونا كان ليها انعكاسات سلبيه على الرياضه العالميه بشكل عام، هل الدنيا هديت نسبيا فيما يتعلق بكره الميه مثلا؟ بمعنى يعني هل مثلا كان في فتره توقف عن التدريبات؟ كله طبعا، كله طبعا، اجراءات دوله والنادي طبعا جزء من الدوله، فبينفذ اجراءات الدوله ممثله في مجلس الوزراء ووزاره الشباب والرياضه، وكل الانديه طبعا والهيئات الرياضيه بتنفذ القرارات ديت. واول ما مجلس الوزراء اقر بعوده الرياضه في ظل وجود اجراءات احترازيه وتباعد، النادي طبعا كان من اوائل الناس المنفذه للاجراءات الاحترازيه بحذافيرها، يعني كان في تخوف كبير، والحمد لله يعني العجله بدات تدور والدنيا الحمد لله والمنافسات كملت وخلصنا الموسم، وكل الالعاب الحمد لله خلصت الموسم. وان شاء الله اللي جاي يعني اول بطوله مثلا الفريق هيشارك فيها بيبقى في الاغلب بتبقى بعد الاولمبياد، علشان حضرتك عارف الاولمبياد بيبقى فيه مجالس ادارات الاتحادات بتتغير، فمجالس الادارات بتاعه الاتحادات بتتغير بناء عليها بيحطوا الجداول بتاعه المسابقات للموسم اللي هو 21 22 ان شاء الله، فبناء عليها نقدر نعرف. يعني عايز برضو ارجع لكره اليد بشكل عام، الفتره الاخيره وخصوصا بعد نجاح مصر المبهر في تنظيم مونديال كره اليد، يعني ابتدت الرياضه دي يلقى عليها شيء من الاضواء فابتدت تشهر اكتر نسبيا بالمقارنه باللي كان عليه الحال. الى اي درجه انت شايفه ان احنا ناقصنا امور معينه او نقاط معينه لو توفرت او لو اتحققت احنا هنروح بفريق مثلا سيدات كره اليد بالنادي الاهلي لمستويات ابعد من كده بكتير؟ ده بالنسبه للسيدات كده، خلينا نسالك احنا ناقصنا ايه عشان نوصل لمراحل ومستويات عالميه زي ما بنشوف فرق سيدات من دول غربيه كتير؟ لا احنا ناقصنا خطوات كتير قوي المفروض، يعني اول حاجه منتخب، اول حاجه بالظبط منتخب درجه اولى، يعني احنا عندنا منتخبات ناشئين بيبقى دايما ناشئين، ما فيش منتخب اول. ليه؟ سياسه الاتحاد متخوفات من النتائج. بالظبط سياسه الاتحاد ان هو متخوف من النتائج فعلا، ان هو ما يبقاش يعني بيروح بيشارك بيبقى سادس خامس ما بيطلعش حتى المربع، فبيبقى اللي هو بيروح مجرد مشاركه وعايز يحقق، لكن بالنسبه للناشئين طبعا بيحقق. طب الناشئين دول مش بعد مرحله معينه او بيبقوا هم الدرجه الاولى بالظبط المفروض؟ بالظبط. ايه المانع ان يكون عندنا منتخب برضو؟ انا عايز هو الاتحاد كان دايما يقول ان دول مثلا كان على قبل كده مثلا منتخب 1998 كان ما شاء الله حقق لسنتين بطوله افريقيا وطلع تاسع عالم، وقالوا ان هم النوال للدرجه الاولى، وبعدين اختفى منتخب 99 في 98 ده منهم كتير قوي بطلوا، 2000 كان نفس الموضوع. حتى يعني مفيش كلام استجد بخصوص لا كتير ناس اتكلمت، اللعيبه نفسها اتكلمت، الناس كلها بتنادي ان يبقى فيه منتخب. وطبعا هيبقى فيه صعوبات في الاول، في يعني احنا لازم نشارك الاول، وبعد ما نشارك هنبقى مره واثنين وثلاثه هنبدا يعني مفيش حد ياخد نتيجه من الاحتجاج. طب وعلى صعيد كره الماء احنا فين عالميا برضو نشوف مستويات رهيبة؟ طبعا احنا برضو نفس القصة، مفيش منتخب درجة أولى علشان بقالنا فترة كبيرة جدا ما بنشاركش منتخبات الدرجة الأولى، ولكن منتخبات الناشئين عندنا مستوياتها إلى حد ما محترمة، بندخل من أول 12 فريق على مستوى العالم، وان شاء الله الاتحاد بصدد ان هو ينشئ يعني فريق اول تاني. كره الماء برضو فكره، ولكن احنا كان عندنا من فترات كبيره واحنا شاركنا اولمبياد بمنتخب الدرجه الاولى. طيب. وشاركنا لغايه 2012 تقريبا وبنطلع بطولات، ولكن الموضوع توقف نظرا لظروف معينه، بس ان شاء الله يعني متوقع الاتحاد يبدا يعيد تاني خطوات بناء المنتخب الاول ان شاء الله، عشان عندنا اجيال محترمه جدا ولاعيبه مستوياتها عاليه. اجيال محترمه ده اللي مخلي الموضوع غريب على صعيد كره اليد وكره الماء، يعني طالما انتوا الاثنين من جوه الليله بقى جوه المطبخ بتاع الرياضتين وادرى مني بكتير، فطالما عندنا ما يصلح ان احنا نطلق عليه نواه لمنتخب، ايه المانع؟ يعني اتمنى ان شاء الله قريب نسعد بمتابعه منتخب مصر لكره الماء ومنتخب مصر سيدات لكره اليد بمشاركات قويه بكل المحافل الرياضيه. انت نورت الدنيا ونورتونا وسعدتونا وبتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله نلتقي بكم على خير مره ثانيه. صباح الخير عليكم. صباح الفل عليكم. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل.
الاهلي خلاص قفل صفحه السوبر الافريقي وعايزين نبص لقدام. هو ده الحال اللي دايما الاهلي ماشي عليه، احنا بنكسب وبنفوز وبناخد ميداليات وبناخد كاس وبعد كده بنفكر في اللي جاي. عندنا لسه ماتشات وعندنا شوط كبير جدا، اكيد الاهلي على اتم استعداد، بس عايزين برضو نقرا المشهد مع كابتن شريف عبد المنعم نجم الاهلي السابق واللي بجد انا وكريم سعداء جدا ان هو معانا النهارده. صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه. صباح النصر طبعا. صباح دايما مع بعض في بطولات احنا. يا رب دايما ببقى معاكم في مناسبه سعيده. صباح الخير دايما علينا، انتوا بتطلعوا وتدونا الطاقه الايجابيه. والله احنا بنسعد جدا بوجود حضرتك معانا كابتن شريف على كل الاصعده الحقيقه، يعني شخصيا وانسانيا، وكمان طبعا اكيد بحكم ان حضرتك يعني عندك تفاصيل كتير جدا متعلقه بالاوضاع في النادي الاهلي. وبالمناسبه عايزين نبتدي مع حضرتك برضو بمباراه الترجي، وخصوصا ان احنا النهارده كنا لسه حتى بنقول ان شاء الله للاسف الشديد لا مجدي قفشه هيكون موجود في المباراه دي ولا محمد هاني نتيجه الاصابات بتاعتهم اللي هتاخد لهم من اسبوعين لثلاث اسابيع، فغالبا هما الاثنين هيغيبوا عن هذه المباراه. الى اي درجه شايف ان غيابهم هيكون مؤثر؟ بص غالبا اصلا هما تحت ضغط قوي جدا، حتى يعني هم يعتبروا في حاله استشفاء، او بلاش نقول العذر ان هم مش هيبقوا موجودين لاي سبب يعني، بس هم اصلا هم مرهقين جدا. وفي كنا بنتكلم انا ونهواند عن ناصر ماهر، بنتكلم عن لعيبه كتير قوي بتنزل زي صلاح محسن كده بيأدي وبيدي مجهود، وكل لعيبه زي بعض. بيجي في وقت بيبقى عندك كتير قوي لعبنا بيكهام باك رايت، كتير قوي حسين الشحات ممكن يبقى باك رايت، ويبقى لو حصل تفكير او تدوير بشكل معين اجبرنا عليه بيبقى في شكل عندك من اللعيبه يقدر يعوض لك اي حاجه. فانا مش قلقان من اي حاجه غير ان الروح هي اللي بتطفي عليك كل شيء. الروح اللي انت شفتها تاني تايم في مباراه نهضه البركان، الروح اللي هي تحركات اللعيبه لبعض، التحركات ازاي تروح عشان يبقى عندك دايما المعطيات والسبب اللي انت تقدر تفرز فيه امكانياتك. انت عندك امكانيات بس التعب مكلبشك شويه. طبعا عوده علي معلول وحمدي فتحي قوام جديد يجي معاهم، اجايه يجي معاهم، بتتاخد من هنا وبتدي من هنا، انما انت ما عندكش مشاكل في اسماء، ما عندكش مشاكل يعني ما تحسش بدروب نتيجه هي باي اسم. معلش انت يبقى دايما بتروح للمستوى الافضل. أوكي. المستوى الاول للناس اللي رجليها في الملعب اللي انا اقصده يعني، فالناس اللي رجليها في الملعب ما برضو الناس دي تعبانه مش سوليه ده حقيقه عامل مجهود كبير جدا عضلات يعني هو انسان في الاخر. ديانج الحمد لله يمكن تكوينه الجسماني بيحب اللعب ممكن يقدر يكمل المرحله دي، عايز يثبت ويثبت ويثبت ان هو موجود دايما وهناخد منه اكتر باذن الله. عوده علي معلول انا بتمناها تبقى سليمه الاول، يبقى سليم جدا وينزل ملعب بيدي حاله استقرار شويه طبعا. بيدي طبعا. روح للفرقه كمان صحيح. بقينا بنتمتع باكتر من قائد في الملعب حقيقه، من اول الشناوي لسوليه مرورا معاك علي معلول، بعد كده معاك ناس كتير قوي هتقدر تبسط لك ايه المفهوم اللي يقدر الجهاز الفني بيبقى بيدور عليه. يعني هتلاقي لعيبه بتسمع، لعيبه بتنفذ، تلاقي وجود ليك في ال 18 عشان تجيب جوال. انت المرحله اللي جايه هي مرحله الجوال مش مرحله ان انا طبعا. اجيب جول واحافظ عليه، اجيب طبعا. جول واحافظ عليه. وواضح ليا انا بقى بالشكل التكتيكي العام يعني انك انت كل ما دخلش فيك جول وخطفت جول هو ده الحاجه اللي هي الثقه وطمانينه السعيره في العالم كله دلوقتي. حتى تشيلسي لما لاعب مانشستر سيتي لعب هذا المفهوم، قفل كويس قوي على فرقه بتعرف تنقل كرة وسريعه جدا بعناصر جيده جدا، قفل عليهم وابتدى ياخد الكونتر اتاك وكسب كاس اوروبا. وده كانت يعني حكايه 70-30 يعني 30% بالمفهوم اللي هو الاداره الفنيه للمباراه هي اللي كسبت يعني. فانت عندك حاجات كتيره بتعدي فيها خاصه لما بتوصل لمراحل متقدمه في البطولات يعني. طب كابتن شريف لو هنتكلم بقى توابع بطوله السوبر سواء على اللعيبه من ناحيه الماديه او معنويا عشان نكمل بقى يعني المباريات او مباريات الموسم زي ما بيتقال، بتشوفها ازاي لحد دلوقتي؟ اولا لازم تفرحي، ولازم تفرحي على مجهود في اسبوعين، عديتي دور الثمانيه وبقيتي كوارت فاينل وخدتي كاس سوبر، بقيتي انت نمبر 1 في افريقيا يعني بتاكدي شكلك ومسيرتك، ويعني ندي كل الناس حقها يعني. ده في اسبوعين يتحمل كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته شكل تدعيمي جامد جدا، وراجل لما بيبقى موجود الحقيقه بيدي روح كمان للفريق
حلو قوي. انا لو اي ماتش لازم يبقى هو موجود بقى خلاص، لان راجل بيدينا انرجي زي ما انتم بتقولوا للفريق كله، والفريق بيحبه وبقت فيه علاقه. ما ينفعش هيروح ماتش ما يبقاش هو موجود. ف والدنيا مستقره من جميع الملفات، من جميع الدنيا، الدنيا بتشتغل زي ما تعودنا. الموروثات بتاعت النادي الاهلي كلها في احتراف وشكل. فاحنا الفتره اللي جايه اللي انت بتتكلمي عنها دي تركيز شامل في نحصد الحاجات الكويسه اللي احنا عملناها. ازاي حافظ انك صعوبه انك تركزي انك تحافظي على النصر اللي انت بتعمليه في اسبوعين بره مصر، بتعملي كل الانجازات دي؟ يعني في التزام، انا مش قلقان، يعني في فهم، يعني في ناس فاهمه، يعني في ناس اتحررت. واحد زي محمد شريف لما يستقبل الكره بهذا الشكل ويعدلها لنفسه ويبعتها برجله الشمال، ده ولا احسن فيرود في العالم. اسالني انا بقى. طبعا انه يستلم الكره بظهره للمرمى ويعدل الكره بيمينه ويلفها بشماله، كل ده في رؤيه واحده وفي تنفيذ واحد ويتحقق ده كله. فهو ده المكسب اللي انا بدور عليه دايما في كل لاعب، ان هو يحرر نفسه، يدي الامكانيات اللي عنده. يجوز حسين شحاب يتاخر شويه اليومين دول، انما عنده الظاهر، عنده ازاي يبقى موجود جوه الفرقه، ازاي ينقل اللاعب، ازاي يجيب جول، ازاي الحاجات دي بتعمل بلس 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 على اللعيبه كلها. خلت صلاح محسن يغير من شريف، من محمد شريف، فنزل كل هدوء رقص الجول وراح على الجول وخد مكانه، والراجل شافه بيعرف يستلم ويوجد لنفسه مساحات. كل تحركات يا كريم، اداء اكثر من رائع في كذا مباراه اخيره ليه يعني بصراحه. كسبت يا نهاوند مفهوم التحركات في الملعب، صح؟ اللي انت كان بالك بتدافع بس، لان عندك حاله ارهاق شامله، ما كنتش بقى عندك تحرر دلوقتي انك تلعب على بطوله. الفتره الجايه دي عنوانها نهضه البركان. بس الفتره الجايه دي هتحمل يعني صعوبات الى حد ما، يعني هنتكلم على الترجي، مباراتين مع الترجي ذهابا وايابا، والترجي برضو من الفرق الثقيله اللي ليها تاريخ، ومن الفرق اللي دايما بتتالق لما القدر بيجمعها في مباراه واحده مع النادي الاهلي. الكلام اللي حضرتك قلته كله مطمئن الحقيقه، وخصوصا جزئيه ان احنا مش هنحس بدروب نتيجه غياب اي اسم من الاسماء الكبيره. حصل تغيير في الاداء، خد بالك، يعني انت خدت بطوله باداء مقنع، ده ما كانش موجود عندي الفتره اللي فاتت. لا بس اللي عايز اقوله لك برضو ان الترجي من الفرق اللي بتحجر جامد مع النادي الاهلي، يعني الطمأنينة اللي حضرتك بتتكلم بيها فيما يتعلق بالنادي الأهلي وأداء واعتماده على روتيشن ما بين لاعبين كلهم مؤهلين. الخصم بقى أخباره إيه؟ الخصم طلع قال لك أنا مش شايف الأهلي في حالته الجيدة، وأنا بحب إن الخصم يتكلم كده. أنا كل المباريات اللي الخصم يتكلم فيها كده إحنا فوزنا. كل مرة بيطلعوا يتكلموا عنك كده، أنت كالم، يعني أنت هادي وأنت بتشتغل، مالكش دعوة بحد. بنتكلم ونسلم بعد الماتش، يعني انا ما صحيح. فما تقلقش، لان كل واحد بيشوفك من زاويته هو اللي عايز يشوفك بيها بعينيه هو. وعايز يشوفني ان انا اقل، اوكي انزل ملعب واقع تاني خالص، واقع مرير. انت هتحاول وتخش وتلاقي الدنيا مقفله، وبعدين لما بنفرد احنا اللي احنا بقول لك عليه ده، بتتخطف تلاقي نفسك مخطوف جون، تلاقي نفسك عندك لعيبه بتلعب فرقه زي النادي الاهلي، بتعرف تشوط، بتعرف تباصي، بتعرف تدافع، بتعرف تغير، عندهم دكه كويسه جدا، عندهم لعيبه زي بعض. لسه ما جبناش سيره وليد سليمان، ان شاء الله لما بدنيا لما يخش طبعًا كمان ده طبعًا. هو محترف فرق تونس، يعني عايز تبقى بديك بس الميموري، وشارك كمان في السبع نشاط لك على الترجي قبل كده، نشاط لك واحد بعيد عن الصوره دلوقتي كمان يعني طبعًا. فهم خليهم يتكلموا زي ما هم يتكلموا، بس احنا بنحترم الاخرين، يعني احنا دايما بنحترم. طول ما بتحترم الفرقه اللي انت بتلعبها بيبقى ليك حاله تفوق. الفكره بس ان احنا هل نثق، يعني لما بنرجع كده لتاريخ مشاركات الاهلي مع الترجي مثلا في سبع مرات، هتحط رجل على رجل هتحط رجل على رجل لو ما انا بتكلم بالارقام يعني بس سبع مرات والترجي فاز ثلاثه وفي ثمانيه تعادل. لا ده احنا على طول فرادس لو تفتكر، هل ده لوحده مطابق؟ صفاقسي والترجي يعني احنا بس بتبقى في عوامل خارجيه ليك انت بيحصل لك فيها اخفاق تحكيميا بقى حاجات كده، مع يعني انت عشان بتخسر بتخسر بفعل فاعل يعني، صح؟ يعني احنا كمستوى هنقارن، احنا افضل بكتير يعني، ما مش ماتش اللي هو ما نقلقش، احنا كده كده دايما بنعمل حساب للخصم، ولكن مش الماتش اللي هو مقلق بالنسبه لنا. انا دي وجهه نظري يعني بتاريخ الترجي والاهلي، يعني تقول لنا انا هكلمك بلغه البورصه، احنا دلوقتي بالارقام، كلام بالارقام، احنا دلوقتي شايفين شكل لينا، واقفين على حيلنا في الملعب الحمد لله، وكل يوم بيرجع لنا لعيبه احنا محتاجينها. لما بيجي لك القوام الاساسي بتاعك انت تقدر تعمل انت عايز، كله اللي هيعمل حسابك، كله اللي هيقول لك الله لا ده مش هم دول اللي انا شفتهم من اسبوعين ثلاثه، زي الشوط الثاني بتاع نهضه البركان، لا ده مش لا لا
انت لما بتاخد الكوره وبتعدي نص الملعب الخوف بيدب في اي فرقه. لما بتضغط على اي فرقه عندك من الحرفيه ومن الفرديات انك انت تترجم اهداف. ايوه طاهر محمد طاهر بيفاجئك بشوطه في سان داونز، محمد شريف بيفاجئك في نهضه بركان، صلاح محمد صلاح نزل جاب جولين في هنا وهنا موديك يعني، ولد صغير وعنده بروميسنج بياخد الثقه. فهي كل الحكايه حكايه ثقه عندك، انما الفوارق انا عشان ما بحبش اقطع يعني، انا ما بحبش اقطع الفوارق. لا لا ده تاريخ. على كل حال يعني هنرجع، بس هنروح فاصل سريع وهنرجع انا وكريم مع حضرتك عشان نقرا بقى المشهد المفروض يكون ازاي من وجهه نظر كابتن شريف عبد المنعم في المباراه القادمه. هل المفروض يكون في ضغط من قبل الاهلي في الدقائق الاولى، لازم يعني نحسم المباراه من الاول من الشوط الاول، ولا نواندي بقت جامده قوي كده عملت خطه هيك هنضغط من اول ربع ساعه؟ خلينا نروح فاصل وهنرجع نعرف من كابتن شريف عبد المنعم. كنا بنسأل كابتن شريف عبد المنعم قبل الفاصل السيناريو او المشهد المتوقع من وجهه نظره الامثل للمباراه القادمه للاهلي. كابتن شريف حضرتك شايف ان احنا مفروض نحسم المباراه من الشوط الاول والدقائق الاولى، ولا الوضع يمشي ازاي؟ مش هقول لك على حاجه، هو مستر موسيماني الفتره اللي فاتت دي ابتدى كل مباراه يبقى لها شكل بالظبط. يعني شفنا في مصر لعبنا باسلوب ضد سان داونز، وهناك لعبنا اسلوب تاني خالص، فغير في التاكتكس شويه. احنا يعني كنا 4-1 4-1، بعدين رجعنا هنا في الماتش الاخير، مش بتكلم سان داونز انا بتكلم هنا بقى الماتش الاخير كنا 4-3-2-1، فرجعنا للقديم او 3-5-2. يعني ساعات بيعمل لاعب حر زي ربيعه بيحطه قدام الاربعه المدافعين بحلقه وصل بينه وبنص الملعب كسبورتنج لنص الملعب، وك بنعمل حاله تقريب المسافات ما يديش مساحات لاي. بس هو الفتره اللي ما كانش بيغير فيها طريقه اللعب كانت مطار انتقاد لكثير من الناس. مع الاجهاد في طريقه مش تنفعك، انما لما بتقرب اللعيبه من كلهم من بعض مثلا 4-4-2 دي مثلا 4-3-3 الحاجات دي بتبقى اللعيبه كومباكت يعني مضغوطه جنب بعض، تلاقي لما تمسك الكوره حرف مثلث كده بيطلب منك الكوره بيساعدك، لو اتقطعت الكوره يبقى سهل قوي خطوتين تجيبها تاني. الحاجات اللي احنا بنبقى محتاجينها في المباريات المهمه اللي هي زي ما انت قلتي اللي هي بره، بيبقى عنده تفكير، هو دارس الفرقه اللي قدامه كويس قوي، عناصر القوه بتاعت النقاز ناحيه اليمين دي اللي هو على طول حرقه الوصل بتاعته، وعندهم لعيب تاني جوه اللي هو كان جاب جول في نادي الزمالك هنا، ده اعتقد من احسن لعيبه عندهم. ف هيدرس كل الحاجات دي ويشوف امكانياته هو ايه، وفي نفس الوقت هو عودنا زمان اول ما جه ايام كنا لعبنا قدام الوداد هجم على الوداد زي ما انت قلتي، عمل ضغط من الاول. وانا نصيحتي لما بتضغط على اي فرقه انت بتلعبها كنادي اهلي بيفقدوا السيطره، بيفقدوا الحماس، صحيح بيحسوا ان هم في واقع، واقع فعلا اسد افريقيا بيلعبهم، يعني مش اي حد، مش فرقه جايه تخطف تعادل وتمشي لا. ودايما لما بيبقى لك سبق تهديف او بيجيب جول في ارض الخصم ده بيخلي الدنيا انتهت خلاص، بيصعب الامور جدا على الشكل الخصم اللي بيبقى معاك. يعني على ذكر موسيماني حصد مع النادي الاهلي الى يومنا هذا حوالي 4 بطولات، وحاليا بينافس على قول 3 بطولات كمان ما بين محليه وقاريه. الله اكبر، الله بصلي على كامل النور. دي حاجه تسعدني. الدخله دي مش مفهومه. لا ما انا بصي بقى كملت السؤال جاي لك بقى في النص الثاني. السؤال ليه تعرض لهذا كم من التحفظات على عم فايلر قعد لغايه اما جه ومشي، وكل يوم يقول لك ايه هو هيعمل لنا ايه بكره؟ احنا كده يعني دي طبيعه جماهير. لا طبيعه بطولات. انت مش بتعود تتعادل، ده حاجه صعب جدا، دي حاجه حكايه يعني اللي يحط نفسه في مكان المدرب واللعيبه بطبيعه الحال ده ضغط ما بعده ضغط. انت ما انت في ضغط كل يوم اهو، كل يوم الصبح لازم تبقى صحيح ايوان انك في حته هي اوريدي ايوان. طبعا فالحمد لله ما ينفعش ان في مؤسسه زي دي غير انك تبقى شايف شغلك مظبوط قوي، فهو راجع على طول في اختبارات. وفي بتبقى عندنا خدعه بين اللاعب والمدير الفني، يا ينزل يخليك فوق خدت بالك؟ طبعا ينزل اللعيب عنده شد ولا عنده اي حاجه عيني مش قادر يديك اللي نفسك صحيح. فيه فتلاقيه واقف بيعمل كده بيعمل ويبص للناس، طب اعمل ايه؟ يعني الحقني بقى باكرم توفيق، الحقني ما في شيء خده مني فلان خده مني فهو ده اللي الناس ما بتفكرش فيه. الناس عايزه مكسب وبس، الناس عايزه انت دايما تبقى انفورم من اللي بتسمعه واللي بتعودتهم انت عليه وكل حاجه، فخلاص الناس تعودت فمش ما بيقبلوش. وفي نفس الوقت لما لا قدر الله بيحصل اي حاجه
أول ناس بتسقف لك وأول ناس بتقف جنبك لأن هي دي طبيعتنا إحنا يعني. طيب على كل حال كابتن شريف يعني الحديث لسه مخلص، ولكن هل تسمح لنا نروح عشان احنا كنا سألين سؤال وحضرتك معانا نجاوب يعني نشوف الإجابات. كنا سألين سؤال في بداية الحلقة، ايه البطولة او البطولة الجماهير يعني شافوها كان عندهم كام سنة وايه هي البطولة؟ فالناس بعت حاجات جميلة قوي برضو ممكن تبقى قاعد معانا واحنا بنقراها. اول بطولة فين؟ نعم اول بطولة ايه؟ يعني اللي بيشجع النادي الاهلي اول بطولة كان بيشجع فيها النادي الاهلي كانت بطولة ايه وكان عنده كام سنة وذكرياته معاها في الوقت. لا حاجة نوستالجيا كده رجعنا بيها. خليني اقول لحضراتكم نبدأ كده باستاذ شاهين بكر، هو بعت صورة بنته بيقول يا استاذ انا هوند دلوقتي لورا عندها 8 شهور ما شاء الله، وبقى عندها واحد دوري خدته يوم ولادتها وواحد كاس وواحد دوري ابطال افريقيا بتاع القضية وواحد سوبر افريقي وبرونزية كاس العالم للاندية، يعني ما شاء الله. هي فعلا ما شاء الله حلو على النادي ده ساعة ما وصلت واحنا بناخد بطولات، فممكن من فضلك اشوف صورتها جنب كاس يعني احنا حطيناها وعملنا اللي حضرتك قلت لنا عليه حاجه جميله. آه. جميله ما شاء الله ربنا يحرسها. نبيل حسن بيقول تحيه اعجاب وتقدير للثنائي نهواند وكوجك، خفه دم واطلاله صباحيه مبهجه، شكرا يا استاذ نبيل. محمد كمال صباح الخير يا كريم ويا نهواند، بحبكم جدا ودايما متابعكم، واول بطوله اشجع فيها الاهلي كان عندي 12 سنه. حاجة بيومي. عامر بيومي عامر 3 سنين بطولة أفريقيا 2004. محمد مصطفى صباح الخير على الأهلاوية، أنا بشجع الأهلي مش عشان البطولات، أنا بشجع الأهلي إن هو في دمي. صباح للمعشوق بيبو فكري، أنا بشجع الأهلي من قبل ما اتولد. أوكي. خالد علي من ليبيا ألف مبروك لكل أهلاوي. محمود النجار هو أنا مش فاكر عمره معين بس أنا متأكد من إن أنا بشجع الأهلي من ساعة ما وعيت على الدنيا. ومحمود عبد الرحمن الشريف يقول 3 سنين كان وقته عندها يعني كان عنده وقتها 3 سنين. صبري صبيح والله أنا بشجع الأهلي من 83 كان عندي 10 سنين، ويا رب الأهلي يحصل على جميع البطولات اللي بيشارك فيها آمين يا رب العالمين. محمد فتحي بيقول كان عنده 12 سنة كانت بطولة الكونفدرالية سنة 2014 يا لبس الأهلي. في محمود عبد الرحمن 3 سنين، صبري صبيح والله أنا بشجع الأهلي من 83 كان عندي 10 سنين، ويا رب الأهلي يحصل على جميع البطولات اللي بيشارك فيها. محمد فتحي 12 سنة بطولة الكونفدرالية 2014. أبو تميم بيقول أول بطولة كانت كأس مصر موسم 91-92 الاهلي والزمالك في النهائي 2-1، وبيقول بقى التفصيله دي لسه صوت كابتن ميمي الشربيني في كوره الكابتن طاهر ابو زيد بيرن في وداني، كان عمري وقتها 9 سنين. طب جلال علي بيقول ماتش 6-1. اوكي. احمد سعيد بس الصوره مش لايقه مع السن بس ماشي. احمد سعيد بيقول كانت اول مباراه شجعت فيها الاهلي 6-1 الاهلي، بعدين لحد الان عاشق الاهلي على الحلوه وعلى المره، فوز الاهلي نزاد عشقا. وطبعا هو بيتكلم بقى عن بقيه البطولات عشان نلحق بس. ممدوح خليفه مباراه الاهلي والزمالك في كاس مصر سنه 78 كان عندي وقتها 9 سنين، وانتهت المباراه بفوز الاهلي 4-2. ادهم اليماني بيقول كل اللي فاكره كابتن هادي خشبه وجيله. محمود الجمال انا بشجع الاهلي وانا عمري يوم اول بطوله افتكرها بطوله كاس مصر وهدف كابتن ربيع ياسين في الوقت الاضافي. بعد كده احمد انا عمري قارب على 70 بشجع الاهلي وانا عمري كان 5 سنوات، ومن كثره البطولات بص بقى دي يا كابتن شريف مش فاكر اول بطوله والله ما حق صح. عبد الله عبد العزيز بيقول كاس مصر سنه 91 جول كابتن ايمن شوقي في كابتن حسين السيد، وبسمله محمود بتقول افريقيا 2012 وكان عمري وقتها 7 سنين. ابو الشروق منورين في ايدي بقى هو عايز يقول في 10 الصبح في الاهلي. في 10 بس هي طلعت منورين في 10 الصبح في الاهلي بس ماشي حاجه. المهم المعنى وصل. مبروك فوز الاهلي بالسوبر الافريقي. محمد خليل بيقول انا كبرت لقيت نفسي بشجع النادي الاهلي مش فاكر ازاي تقريبا اتولدت اهلاوي بالشكل ده. احمد بن مرشد انا مش عارفه في حاجه في انت بتقرا بطوله افريقيا 2006 كان عندي 2 سنين. وزياد يحيى بطوله افريقيا 2012 وكان عندي 11 سنه. برضو ده جزء من اللي حضراتكم بتبعتوا لي ان طبعا كم كبير جدا، بس احنا مبسوطين ان احنا بنشارك مع بعض اول بطوله كل حد فينا يعني تابعها وكمان كانت ايه هي، فدي نوستالجيا حلوه. طبعا مش هنسالك السؤال ده اكيد يعني. ده كان طرف رئيسي في الكلام اللي احنا بنقوله. اصل البطولات يعني. انا من يوم ده اول يوم دخلت فيه الناشئين ما اعرفش غير ان انا لازم اخد البطوله يعني ما
بس قبل ما تدخل الناشئين وقبل ما تنضم للنادي الاهلي اكيد برضو يعني كنت بتتابع، خليني اعرف منك برضو أتابع ايه. انا كنت ساكن هنا كده. انا كنت ساكن هنا عند الكوبري اللي ورا ده كده، وكنت بعدي اجي اروح النادي كويس، وكنت بتفرج على ال يعني انا بسميه جيل اجمد جيل الحقيقه، جيل كابتن خطيب وكابتن حسن حمدي وثابت واكرامي، وبقى عد بقى ولا طبعا عباقي ومصطفى يونس ومرامام وفتحي مبروك وطاهر الشيخ وصفا طب حليم اسامي عظيمه، مختار وشطه وجمال عبد العظيم وزيزو خطيب ومصطفى عبده، وجي بعديهم ناس من فرقه الامل كنت بحبهم، البحطيتي والسمري وكابتن علي ابن كابتن علي زيور، علي زيور الدكتور، ولعيبه كتير قوي ده غير اللعيبه اللي كانت معايا انا بقى مجدي عبد الغني و لا وغير بقى حضرتك وخالد جد الله انت شخصيا شاركت كمان جوده والناس دي اللي هي كانت بروميسنج قوي طبعا. والله يرحمه عادل عبد المنعم حارس المرمى، يعني كنا كده تحس انها كتيبه مش متعوده غير على ان احنا نقعد نتفرج عليهم، وبعدين فجاه ما تلاقي نفسك في وسط العمالقه دي طبعا، هو ده بقى اللي كنت لازم تواكب نفسك، لازم تتنحرر، لازم تطلع الكره اللي عندك، فلو ما كانش عندك شخصيه او كان عندك موهبه تقدر تثبت لك ان ما حد يصاب وانت تقعد تلعب تستغل الظروف اللي انا بطلب من اللعيبه ان اي حد يجيله فرصه دلوقتي يقفش فيها ويكمل، هي دي. حضرتك نورتنا كالعاده، بنسعد جدا بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله نلتقي على خير عن قريب ونتكلم في انجازات جديده وانتصارات جديده ان شاء الله. دايما مع بعض في البطولات باذن الله، وان شاء الله نبارك لبعض بعد الدور الجاي باذن الله. دايما مع بعض، وهنشوف حضرتك في النادي الاهلي، احنا بنروح على طول وهنشوفك وهنحتفل، لان كابتن شريف على فكره عيد ميلاده كمان اسبوع فعلا. كل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله، هنحتفل مليون معاك سواء هنا او في النادي ان شاء الله كابتن شريف. نشوف حضراتكم بكره وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.